يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يلحظ على بعض الناس المبادرة بأداء السنة الراتبة مباشرة بعد السلام من الفريضة، فهل من توجيه حول ذلك حيث هناك غفلة عن الأذكار الواردة بعد السلام؟ نعم، النافلة تؤخر حتى يأتي بالأذكار المشروعة بعد الصلوات، أما أنه يبادر ويقوم ويترك الأذكار هذا خلاف الأفضل. وأيضا ربما يظن من يراه أنه لم يكمل الفريضة، يظن من يراه أنه لم يكمل الفريضة فلا يبادر بذلك، بل يتأخر ويذكر الله الأذكار الواردة بعد الفريضة ثم يقوم ويأتي بالنافلة. نعم.